صافا ما بيها شويه الدواء دابا هذا لوبيتال الصوفي بما نتسناو خالتي وجده نشوفوا شنو كاين لان جده مره كبيره ما كتشوفش كاع. والله يرزق الصبر هذا ما كاين نتمناو الخير. قال لك ما سبعه الصباح وقع المشكل فاش تزعزعات الدار مي غتكون طاحت يمكن مع ديك 800 وشي حاجه اكزاكتومون ما عرفاش بالضبط معاياش حيت حنا غير طاحت وجينا. اه كان عاطل الانذار بانه باش يخويو كان عنده مشكل غير مع صنادق ما عرفتش شنو كانوا داروا لان خالي هو اللي مكلف بهذا المشكل هذا. دابا هما ثلاثه اللي كانوا في الدار وحده في لوبيتال وجوج باقيين في التحت مازال ما جبدوهمش خالتي وجداتي. من اليوم مع اليوم عيد المسيره كتحتفل سكنه المحج الملكي بثلاثه ديال الضحايا في انهيار منزل منكم خمسه طوابق. الحمد لله راه جبدوا السيده راه في السبيطار الان راه اتصلت بهم كتعطيهم المكان ديال الام ديالها والجده ديالتها وكنتمنوا نلقاوهم بخير. وهاد الناس هادو راه كما حنا في اطار ديال المشروع ديال المحج الملكي اللي هو تابع للنزع الملكيه تعطاتهم ثلاثه ديال الديور وانا ولادهم غادي يخلصوا هي خلصات لكن باقي عندهم مشكل عائلي ومادام هي خلصت كنعطيوها دارها يعني غنعطيوك دارك غتخوي بالتالي ما غيبقاش عندنا مشكل ديال شي واحد ساكن في الدار اذا غنعطيوك دارك غادي تخوي غادي نقدروا نتبعوا الاجراءات الاداريه على برا. هاد السيده كنا غنحافظوا على الروح ديالها الان ما عرفناش شنو واقع ما نقدروش نسبقوا الحادث